فقرة ضيف التحرير مشاهدينا سنخصصها لذات الموضوع وفعاليات منتدى المغرب الدبلوماسي الصحراء الذي كما ذكرنا المنعقد بالدخلة، حيث أكد سفراء دول إفريقية معتمدون في المغرب، أكدوا أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعرف تطورا ملحوظا وازدهارا اقتصاديا كبيرا. ولتعمق أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرباط سعيد الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهاد. سي سعيد صباح الخير. صباح الخير. خلال منتدى المغرب الدبلوماسي الصحراء المنعقد بالداخلة، سفير الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي في المغرب محمد يوسف أشاد بالتطور الكبير والملموس والملاحظ بشكل يومي في الأقاليم الجنوبية. برأيكم كيف يمكن أن ينعكس هذا التطور الذي تشهده الصحراء على المبادلات الاقتصادية والأنشطة الدبلوماسية؟ نعم، لو سمحتم هناك ملاحظة أساسية أشار إليها ضيفكم الكريم عميد الدبلوماسيين الأفارقة، قال أن المغرب انتقل من استراتيجية دفاعية إلى استراتيجية أخرى ليست هجومية وإنما استراتيجية تنموية. الزائر للأقاليم الجنوبية يعني بين زيارتين، وأنا عدت قبل 3 أيام من الداخلة، لو غبت عن الداخلة والعيون لمدة 2 شهر ستفاجأ بحجم التحولات التنموية التي تعيش هذه المنطقة. كيف سينعكس ذلك على إفريقيا وعلى المنطقة وعلى المبادلات الاقتصادية أيضا؟ يعني تحول كبير. كيف سينعكس ذلك؟ هناك مؤشرات 3 كبرى. أولا، أن المنطقة تعرف نموا استثنائيا يفوق معدل النمو الذي يعرفه المغرب. يعني مؤشرات نمو في الأقاليم الجنوبية على الخصوص الداخلة تفوق المعدل الوطني. الإشارة الثانية هو كون إفريقيا اليوم من يعني ما أسميه إفريقيا بعد كورونا أمام مواجهة الخلل الذي أصاب سلاسل انتقال السلع ورأس مال والخدمات في العالم. وقضية القرب الجغرافي ليس فقط في إفريقيا، قضية القرب الجغرافي أصبحت قضية ذات أولوية عالية، وأوروبا انتبهت إلى كون سلاسل الإنتاج البعيدة يعني في الصين وغيرها أخلت بشكل كبير بإمدادات المواد الأساسية خلال أزمة كورونا. هذا يعطي مؤشر كبير على أن إفريقيا محتاجة ليس فقط لعملية التنمية والنمو التي تعرفها المناطق الجنوبية للمملكة المغربية، ولكن هذا تحول إلى معطى استراتيجي في القرب. ونعرف أن في هذا المجال هناك ما يسمى بالدراسات المقارنة، التحولات التي تعرفها منطقة الداخلة على الخصوص تشبه التحولات التي الكبرى التي عرفتها بعض مناطق العالم مثل سنغافورة، مثل شنغاي، مثل العديد من مناطق العالم التي تحولت في 10 إلى 15 سنة إلى أقطاب اقتصادية ليست إقليمية فقط وإنما عالمية. أشرتم إلى قضية التمثيليات الدبلوماسية، وأنا في الزيارة وقفت على شيء يعني في غاية الطرافة ولا يأخذ حقه في الإعلام. عدد الدول التي لها علاقات تجارية مع الداخلة وجدت 64 علم دولة، وأحصيناهم يعني مجموعة من الأساتذة 64 علم دولة. الغريب بما في ذلك دول كانت إلى الأمس القريب تعادي المغرب ويعني وتقف ضد مصالحه الطبيعية مثل كوبا. يعني القليل يعلم أن كوبا تستفيد اقتصاديا من علاقات تجارية مع الأقاليم الجنوبية. هناك العديد من الدول الأوروبية، أحصينا 64 دولة في يعني 64 عالم في معمل واحد لتتمين المنتوجات السمكية، وهذا مؤشر بسيط. في نقاش مع المسؤولين في المركز الجهوي للاستثمار وجهت سؤالا، ما هي التحديات التي تعيشها الداخل الآن؟ قال التحدي الأول هو أن حجم عدد الزائرين وعدد الوافدين للدراسة وللعلاقات التجارية وللسياحة البحرية لا تستطيع مدينة الداخل اليوم بكل إمكانياتها التي انتقلت من 260 سرير
نعم الى اكثر، يعني نكمل فقط الفكره، الى حوالي 3000 سرير لا تستطيع ان تستوعبها هؤلاء الزبناء. ليتسنى لنا لنا يعني التعرض لمحاور عديده سي سعيد، ورجاء يعني باختصار كون الوقت يداهمنا. طيب يعني في اشاره الى هذه المؤشرات الايجابيه التي تميز الاقاليم الجنوبيه، كذلك عميد السلك الدبلوماسي سفير الكاميرون في المغرب قال ايضا انه في كل مرة كما ذكرتم قبل قليل، في كل مرة يزور الصحراء يقف على حجم التغيرات الهائلة المتعلقة بتهيئة الأقاليم الجنوبية، إضافة طبعا إلى الأوراش الكبرى المهيكلة في الصحراء والتي أطلقها الملك محمد السادس، حيث أصبحت تبهر زوار أقاليم الصحراء. ما هي قراءتكم لعجلة التنمية والتطورات الإيجابية الهائلة في الأقاليم الجنوبية؟ أعتقد أن إحدى الاختيارات السياسية الكبرى، أقول الاختيارات السياسية الكبرى، هو أن لهذا عندما قال السفير المغربي في الأمم المتحدة أن قضية الصحراء انتهت، ليس كلام مزايدة، إنه كلام حقيقي يوجد في الميدان. هذه ليست لغة سياسة، هذه لغة واقع. عندما تذهب إلى الأقاليم الجنوبية حجم التنمية حجم جاذبية الاستثمار وجاذبية العيش في الداخلة، يعني الآن صورة الداخلة في المخيال ليس فقط المغربي، في المخيال العالمي هي صورة هاواي وصورة بعض المناطق التي كانت يعني في المخيال العالمي مناطق ساحرة. الآن حجم التنمية ويعني فيه 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 ثلاث أبعاد كبرى، فيه البنية التحتية الكبرى والتي أطلقها جلالة الملك منذ 2015 عندما أشار منذ 2016 في ذكرى المسيرة الخضراء، عندما أشار في خطاب تاريخي من مدينة العيون أن اقتصاد الأقاليم الجنوبية لن يكون بعد الآن اقتصاد ريع أو اقتصاد استغلال موارد، أو أشار أنه سيكون اقتصادا تنمويا يبنى على المؤسسات الكبرى للتنمية هنا، يعني بسرعة البنية التحتية، يعني فقط أذكر ميناء الداخلة اللي الآن دراسات ذهبت فيه بعيدا، أذكر ميناء الصيد البحري في الداخلة، أذكر يعني الطريق من تيزنيت إلى الداخلة، يعني ولكم أن تتصوروا يعني حجم هذا الاستثمار في مدة وجيزة جدا. قلت البنية التحتية. الأمر الثاني وهو أساسي جدا وهو الاستثمار في العنصر البشري في الأقاليم الجنوبية، وتكفي زيارة خفيفة لإحدى المعالم العلمية اللي هي المدرسة اللي يعني وزرتها قبل أسبوع، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، لتقف على معلمة علمية يعني بالمعايير الدولية تضم 700 طالب فقط، يعني أقول فقط المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير تضم 700 طالب. الأمر الثالث هو السياق الثقافي والجو، يعني عدد مهرجانات، عدد لقاءات علمية، عدد لقاءات سياسية، يعني هذه المؤشرات الثلاث ما يسمى بالبنية التحتية والبنية الفوقية والمورد البشري تعطي مؤشرات كبرى على أن يعني منطقة الصحراء المغربية قادمة ليس فقط محليا بل أقول إقليميا وربما دوليا في السنوات القليلة القادمة. سي سعيد، سنتكلم قليلا عن علاقة أفريقيا طبعا بالمناطق الجنوبية للمغرب، يعني أفريقيا اليوم في حاجة ماسة إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب، برأيكم هل يمكن القول إن المناطق الجنوبية للمغرب أصبحت تقوم بدور مهم في هذا الإطار؟ بالضبط، يعني أذكر هنا قمة العمل التي استضافتها يعني مراكش، اعتقد كانت كان شعارها ساعة العمل، ترأسها جلالة الملك يعني بالموازاة مع قمة الكوب 22 في مراكش، يعني عندما اشار جلالة الملك في خطاب ان الان، وهذا خطاب يذكرنا نحن نعيش اجواء عيد الاستقلال، يذكرنا بخطاب مرحوم محمد الخامس عندما قال افريقيا للافارقة، واعادها يعني جلالة الملك محمد السادس عندما قال افريقيا للافارقة. افريقيا للافارقة شعار سياسي، تنزيله في الميدان يبر عبر يعني مداخل استراتيجية، أهمها هو أن تكون هذه الصلة الوسط بين إفريقيا وأوروبا، ليس فقط لتمن أوروبا على إفريقيا، ولكن ليبنى اقتصاد إفريقيا لا بد من المرور عبر هذه البوابة. الأمر الثاني هو أن الآن إفريقيا انتبهت
وخصوصا يعني غرب إفريقيا، لأنه من أكثر المناطق التي تقدما في الاستثمارات وفي العلاقات التجارية والاقتصادية المغرب. غرب إفريقيا تنبه إلى أن مستقبل إفريقيا يمر حتما عبر المغرب، والمرور عبر المغرب يمر حتما عبر الأقاليم الجنوبية. نعم. بالتالي نعم. طيب سي سعيد، إضافة إلى سفير الكاميرون بالمغرب وهو كما ذكرنا عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة، هناك سفراء آخرون أشادوا أيضا خلال مداخلاتهم بالمؤشرات الإيجابية التي تدل على أن منطقة الصحراء المغربية أصبحت تمثل قاطرة للتنمية الإقليمية والقارية. كيف يمكن للدول الإفريقية أن تستفيد من الفرص التي يوفرها المغرب في الصحراء، وتحديدا في مجال تهيئة المناطق لتكون قطبا اقتصاديا جذابا؟ يعني هنا الاستفادة بشيئين. الأول هو أن المغرب منذ على الأقل 1999 طور على الأقل واحد 6 استراتيجيات كبرى، أذكر منها استراتيجية إصلاح الحقل الديني، أذكر على سبيل المثال حصر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعني أذكر يعني إصلاحات القطاعية الكبرى، المخطط المغرب الأخضر، مخطط أزور، المخطط السياحي. يعني هناك على الأقل 6 استراتيجيات كبرى. إفريقيا الآن وهذه الاستراتيجية جربها المغرب يعني بأخطائها ونجاحاتها وكذا وكذا، وأصبحت الآن نماذج قابلة للنقل لإفريقيا. النقل لإفريقيا يمر حتما عبر الجغرافية. الأمر الثاني هو أن جغرافية الأقاليم الجنوبية ومعطياتها يعني صح التعبير التنموية الاقتصادية والبنية تشبه إلى حد كبير، وهي امتداد لإفريقيا. بالتالي لا. توطين نوع من الصناعات، توطين نوع من الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية هو يعني يصبح نقله إلى 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 أو تعليمه إلى مناطق أخرى أمرا سهلا بحكم التجريب، وبحكم أن 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 المراكمة في بعض الاستثمارات. وأعطي مثال فقط بسيط، أن في الصناعات البحرية يعني مرتبطة بتتمين السمك، طيب. صناعات السيارات لابد لتوطين هذه الصناعات في مناطق أخرى أن تكون قد جربت. بالتالي هذه التجربة على الأقل 20 شكرا سنة جزيلا بالمغرب. شكرا جزيلا. نعم. سي سعيد، دهمنا الوقت يعني عذرا لضيق الوقت، يعني كل هذه التوضيحات وصلت. شكرا جزيلا لك سي سعيد الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهاد على كل هذه التوضيحات.